صدق صدق جنة الله على الأرض هي أوزنغول. مشاوي من هاي اللي يحبها قلبكم. طبعا هواي نطلع سفرات ودائما نصور، بس دائما السفرات العراقية تكون مميزة ومختلفة. اليوم سفرتنا عراقية، شلون ما نقول عراقية قح، لأنه الجروب كله اللي طالع ويانا عراقيين، والمشاوي راح نسويها مشاوي عراقية من هاي اللي يحبها قلبكم. هسه هنا اختارينا مكان كلش مميز وحلو في أوزنغول، يعني عفنا مكان البحيرة لأنه شوية الشوي بيه ممنوع، فجينا إلى مكان بيه شوي يم الشلالات، هم صوت المي حلو وإحنا قاعد نشوي. فراح نشوفكم اليوم طريقة الشوي بالكامل من الأول للأخير، وبعدين نقعد نجرب الأكل سوية أوزنغول. هذا المكان يمكن أجمل مكان راح تشوفوه بحياتكم. طبعا نفس ما تشوفون هنا عندنا كباب تكة لحم، وعندنا تتبيلة الدجاج اللي سويناها البارحة، وعندنا هنا فخاذ دجاج تبناها بطريقة مرتب الوصفة مالتها كلها راح اذكرها، وهنا عندنا جناحات الدجاج. اهم شيء تعرفون دائما بسفرات الشوي الجناحات تكون مميزة جدا. ونفس ما تشوفون هنا عندنا الكباب العراقي والتكة لحم وتكة دجاج وافخاذ الدجاج وجناحات، هذني اللي متبليهن تبناهن من البارحة على مود التتبيلة تكون مميزة بيهن. بس الكباب العراقي تعرفون احنا ما نتبله وما نخلي له اي شيء غير بس الملح والبصل، واكيد اللي هي العراقية لازم تكون موجودة. نبلش بين ما ابو جاسم يبرش لنا البصل. شوف لنا ابو جاسم شلونك البصل. بس لا تبكي، بس لا تبكي. هسه راح نبلش بالاول. اول شيء شو نسوي؟ نصفط الجناحات بالشبكة مالتنا بين ما يخلص البصل على مود نبدا بالكباب. يمكن هاي تكفي كلهم، مو علي لو ما تكفي تكفي كلهم. طريقة التتبيلة يا طويلين العمر، اللي حاطين فقط بهارات دجاج مشكلة، تمام، حاطين بيراشي، هو هذا سر التتبيلة، حاطين بيراشي عاصرين عليه تقريبا ليمونتين وشوية ملح، تمام، وقدرون تضيفون شوية لبن، بس أنا لبن ما ضفت للجناحات، ضفت للتكة الدجاج لبن. فهي بهارات دجاج، يعني بهارات مشكلة تكون مميزة، وياها شوية راشي وفد ليمونتين ثلاثة عصر وشوية ملح، بس هذه تتبيلة الجناحات. اكو يخلوا لها دبس رمان، ما دبس رمان، بس انا ما احب اخلي دبس رمان لانه يحترق بالشوي. تكون تتبيلتنا اليوم مال الجناحات بهذا الشكل. الافخاذ، ما دام الافخاذ عندي مو كمية كلش كبيرة، فنصفط بها الافخاذ بهذا الشكل. تعرفون الافخاذ الدجاج يكون بها شنو؟ دهن زياده، فاكو يحبون الافخاذ اكثر من الصدور. تتبيله الافخاذ بالاول حطيت لها يعني بهارات دجاج من هاي المرتبه، وليمون وبابريكا وشويه فلفل اسود، صارت عندنا تتبيله مرتبه. لا تنسون شويه تحطون زيت زيتون عليها وتعوفوها تتبيله تقريبا 6 ساعات 7 ساعات. انا خليت هاي التتبيله كلها عندي صالها 12 ساعة بالضبط. هسه راح نبدأ نشيش تكة الدجاج اللي هي تتبيلتها نفس ما قلت لكم، حاط لها بابريكا، حاط لها ليمون، حاط لها لبن، وحاط لها ملح، وخليت لها شوية فلفل أسود، يعني مو هواية، فشي بسيط من الفلفل الأسود.
فصارت عندنا تتبيله مرتبه من قطع الدجاج تكه متبله 12 ساعه بالليمون والبهارات واللبن. هسه راح نبدا نشيشها ونقول بسم الله. كباب شنو؟ كباب منتظرين محمد يخلص البرش. طبعا تتبيله البهارات مال كباب علي. الكباب العراقي ماكو شيء اسمه تحط له بهارات. كباب العراقي اللي هي تمام. هذا هنا عندنا لحم غنم ويا لية، وعندنا هنا نص كيلو لحم عجل ويا الشحم مالته. راح نخبطهن سويه ونخلينهن بصل وملح فقط بدون اي شيء. تبكت اللحم دائما العراقيه تكون مميزه بدون بهارات هوايه. حاطينها فقط ليمون فتشي كلش بسيط، وحاطين عليها فلفل اسود تمام. تقدرون تخلون يعني بهارات لحم، بس انا ما احب اخلي لها بهارات لحم. حاطين لها بس شويه فلفل اسود ورشه تقريبا رشه ملح بسيطه، لانه بعدين التكه مال اللحم العراقيه تتملح خارج اطيب تكون. فتتبيلتها بسيطه ما دام لحم غنم وقطع، يعني حتى لو بس ملح خلوا له فهم تطلع طيبه ومميزه. هسه ننتقل لمرحله الكباب اللي هو اهم شيء الكباب العراقي. محمد كامش مهمه المنقله، لانه هو بالشوي فتشي من هذا اللي يحبه قلبكم مو. خلينا نبلش بالكباب. نفس ما قلت لكم هنا أنا عندي كيلوين لحم غنم ويا اللي مالته تمام. اللحم هذا الغنم الكيلوين ايش راح اخلي له؟ راح اخلي له نص كيلو لحم عجل، هو والشحم مالته يكون لحم احمر هيك، يعني يكون الشحم بيه قليل مو هوايه تمام. وراح اخلي عليه تقريبا 5 بصلايات بارشيهن وبدون المي مالتهم. المي خليناه على صفحه هنا نفس ما تشوفون بهذا الشكل. المي على مود شو نسوي؟ ننقع ايدينا بمية البصل ونشيش الكباب. الكباب نفس ما قلت لكم العراقي، لية غنم ولحم غنم وشويه لحم بقر، وهنا عندنا بصل واكيد الملح وبدون اي اضافات. بعد نحط الملح بهذا الشكل ونقعد نعجن الكباب مالتنا على مود نبدا نشيش. اكثر شيء مهتم بيه شنو هو؟ اهم شيء الكباب العراقي. تمام، اول شيء ايدنا ننقعها بمي البصل ونسمي بالله. القفله ما اتمنى. هلا 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 هلا. يا بكتنا البرد، درجة الحرارة صارت حدوده 12. شنو رأيك ويا البرد؟ والله حجي البرد حلو بس مو هيك، بس مو لهالدرجة. ما بتفهم. أقول لك لعد هاي أوزن قول بالشتاء شنو؟ ثلج. ثلج. كل هذا البحيرة هاي ثلج. تجمد البحيرة؟ البحيرة تجمد. يا يابا يحتاج إن لعد بعد سفرة شو وقت؟ بالشتاء بشهر 12. بالشتاء؟ تخيل على هاي القعده هيك وشاي هاي بالشتاء مو هسه يعني. ايه حلو. صار الموضوع مختلف جدا اجمل بهوايه. فانا جاي ان شاء الله مره ثانيه. اهلا وسهلا بكل وقت. واكيد يجي ابو جاسم ويانا حبيبي. بدونه ما نقدر ما نقدر. نتشرف والله. ان شاء الله كل فتره نسوي لكم هيك فيديو ومن اوزنجول ومن مناطق مختلفه ان شاء الله. الدنيا قاعد تمطر شنو رذاذ. أنا بحيث أنت ما قاعد تتنقع بس تحس نفسك أنت مثل التبريد اللي إن شاء الله بالبيت. طبعا بينا أجواء أوزنجول مثلا تشوف شمس فجأة تشوف مطر وغيره. الساعة 4، الساعة 4 بحيث بعد غير شلون نغطي الجبال شمس ماكو. يعني أكثر الأوقات أوزنجول هي يكون ممطرة بهذا الشكل. يعني صدق جنة الله على الأرض هي
وزنجول. يعني صدق المنطقة السياحية المميزة في تركيا وخاصة في منطقة البحر الأسود طرابزون. أبو حسين شوف شالي العسل دعاية شركة شنو هذه يا شركة؟ هاني بارادايس. هاني بارادايس جنة العسل الطبيعي. طبعا هذا عسل طبيعي من هنا من هاي الجبال اللي تشوفوها من جبال حط لهم بابا الانستغرام مال ان شاء الله خليكم الرابط مال جنة العسل الطبيعي خلي أبو حسين يدي يصور لهم إعلان سريع لأنه يستاهلون صدق عسل طبيعي ومرتب. قول نرجع جنة العسل الطبيعي يأتيكم من الطبيعة. لا مندوب إعلانات ممتاز. يجينا فوق أبرد من جوه. هذا شتي بس والله جو خام. ولهنا أنا خلصت جولتنا في أجمل مكان في الشمال التركي. نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله قريبا، وإذا عجبتكم هيك فيديوهات يعني هم نطلع سفرة وهم نصور مكان سياحي لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مميز. وإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون تشاركوه ويا أهلكم ويا أصدقائكم. وكنت وياكم من أوزنقول في مالا، تحياتي. مع السلامة. مع السلامة.